بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من سلسلة دروس كتاب الجامع الصغير للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب الحقوق التي تتبع الدار والمنزلة. الله. قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم: رجل اشترى منزلا فوقه منزل، فليس له، يعني للمشتري، الأعلى المنزل الأعلى، يعني لا يدخل في هذا البيع، لا يدخل في هذا البيع المنزل الأعلى، وإنما يكون فقط على المنزل الأدنى الأسفل الأرضي. قال: إلا أن يشتري المنزل الأدنى الأرضي بكل حق هو له. يعني إلا أن يقول المشتري وقت شرائه المنزل: اشتريت هذا المنزل بكل حق هو له، أو بمرافقه، يعني أو يشتريه، أو إلا أن يشتريه بمرافقه، بأن يقول: اشتريت هذا الدار أو هذا المنزل الأرضي، اشتريته بمرافقه. طبعا المرافق كما تعلمون، مرافق الدار هي مكان الوضوء، المطبخ، الحمام إن وجد، هذه هي المرافق، وهذه الآن تسمى هكذا في هذا الزمان. أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه. أظن كلمة له هذه لا حاجة لها، يعني على الصواب حذف كلمة له، والله أعلم. أو إلا أن يشتريه، يعني يدخل الأعلى مع الأسفل بهذا العقد، إلا أن يشتريه بكل قليل وكثير هو في المنزل، هو فيه، يعني هو في المنزل. أو إلا أن يشتريه بكل قليل وكثير هو من المنزل، هو من المنزل. طبعا هنا لابد أن نعلم أنه عندنا الأماكن التي يبيت الإنسان فيها في الشرع أو في العرف في الأصل هي واحدة من ثلاثة أشياء: عندنا المنزل، وعندنا البيت، وعندنا الدار، وكل واحد منها له حكم في البيع والشراء خاص به من حيث دخول المرافق وعدم دخول المرافق. لذلك الإمام محمد رحمه الله ذكر هذه الثلاثة الأشياء الثلاثة، ذكر المنزل، أول شيء حكم المنزل، الآن سيذكر حكم البيت، وبعد قليل سيذكر حكم الدار. قال: وإن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق، يعني اشتراه بجميع الحقوق، اشترى البيت الأسفل بكل حق له. قال: لا يكون له الأعلى، يعني لا يكون له البيت الأعلى، لأن البيت الأعلى ليس من حقوق البيت الأرضي، البيت الأعلى ليس من حقوق البيت الأرضي، فلا يدخل فيه بالعقد ما لم ينص عليه. قال: وإن اشترى دارا بحدودها فله العلو الذي عليها الطابق الثاني، يعني والكنيف، وله أيضا الكنيف مكان قضاء الحاجة، لأن الكنيفة من توابع الدار. قال: وليس له الظلة،
وذكرنا قبل هذه المرة أن الظلة هي عبارة هذا الجدار الدار، وهنا الباب باب الدار، وهنا تكون الظلة، تبنى الظلة على الهواء، على الهواء. قال هذه الظلة اي نعم لا تدخل اي نعم في عقد الدار، إلا أن يقول لما يشتري هذه الدار، أنت عندما تشتري الدار إلا أن تقول اشتريت هذه الدار بكل حق هو لها، أو تقول اشتريت الدار بجميع مرافقها، أو تقول اشتريت الدار بكل قليل وكثير هو فيها، أو اشتريت الدار بكل قليل وكثير هو منها، فيكون حينئذ له الظلة. إذا ما لم ينص على ذلك، يقول سيدي أبو حنيفة رضي الله عنه لا تدخل هذه الظلة في العقد. ليه؟ قال لأنها مبنية على هواء الطريق، فأخذت حكم الطريق. والطريق الخاص كما سيأتي معنا، الطريق الخاص ليس العام، لا يدخل في البيع إلا بالتنصيص، إلا أن ينص عليه. طبعا هذا كما قال كثير من الفقهاء الذين هم بعد الشيخ، بعد الإمام محمد وبعد المرغناني فيما أذكر، ومن شراح الهداية وغيره، قالوا هذا في عرفهم الماضي، هذا الكلام مبني على الأعراف. أما الآن العرف ليس كذلك. إذا قلت بعتك الدار، يعني هنا عندنا داران طابقين، عندنا الدار هي عبارة عن طابقين، يدخل الطابق الأرضي والذي فوقه يدخل إيش هذا في العقد، هكذا العرف الآن. على العكس، إذا أراد أن يفرد البيع بالأرضي أو العلوي يخص، يقول لك بعتك الأرضي بعتك العلوي، إذن هذا الأمر تابعون للعرف. قال وإن اشترى دارا بحدودها فله العلب والكنيف، وليس له الظلة إلا أن يقول، لاحظ، بكل حق هو لها للدار، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير هو فيها في الدار أو منها من الدار، فيكون له حينئذ الظلة يملكها. وقال أبو يوسف محمد رحمهم الله له الظلة وإن لم يشترط شيئا من ذلك، يعني وإن لم يقل أثناء العقد بكل حق هو لها، بمرافقها، بكل قليل وكثير، وإن لم يذكر شيئا من ذلك له الظلة. ليه؟ قال لأنها من توابع الدار، فصارت كالكنيس، يدخل من غير ذكر شيء من الحقوق والمرافق، لأن الكنيف من توابع الدار، وهذه الظلة أيضا هي من توابع الدار. قالوا إن اشترى بيتا في دار، اشترى بيتا في دار أو منزلا، أو اشترى يعني منزلا، اشترى بيتا في دار أو اشترى منزلا في دار يعني، أو مسكنا، أو اشترى مسكنا في دار، إن الدار كما تعلمون هو الأكبر الأوسع، إينا. لم يكن له الطريق، لم اشترى دار بيتا في دار، اشترى منزلا في دار، مسكنا في دار، لم يدخل في ملكه الطريق، لم يدخل في ملكه، في ملك المشتري يعني الطريق، إلا أن يشتريه بكل حق، إلا أن يشتري هذا البيت من هذه الدار، أو هذا المنزل من هذه الدار، أو هذا المسكن من هذه الدار بكل حق، أو بمرافقه، أو أن يشتريه أيضا بمرافقه، أو بكل قليل وكثير، أو يشتريه بكل قليل وكثير هو من هذا البيت أو من هذا المسكن أو من هذا المنزل بكل قليل وكثير منه أو فيه، فيكون له حينئذ الطريق. طبعا المراد قلنا كما قلت قبل قليل الطريق هنا، المراد الطريق الخاص، الطريق الخاص الذي هو ملك للإنسان، والله أعلم بالصواب.
باب الاستحقاق. ماذا يعني الاستحقاق؟ الاستحقاق هو طلب الحق. محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم: رجل اشترى جارية فولدت عنده، فولد عنده، اشترى بقرة فولدت عنده، اشترى فرسا فولدت عنده، فاستحقها رجل ببينة. فجاء رجل وقال: هذه الفرس التي عندك وقد اشتريتها من زيد هي لي، وأتى بالشهود والبينة على ذلك، أتى بالبينة على ذلك، استحقها الآن كلها. ما الحكم؟ قال: يأخذها بهذه البينة. المستحق، المستحق يأخذ الجارية، يأخذ الجارية لأنها صارت ظهر أنها ملكه، يأخذ الجارية وولدها أيضا معها. قال: فاستحقها رجل ببينة، فإنه يأخذها وولدها. الاستحقاق قد يكون ببينة وقد يكون بإقرار، فإن استحقها ببينة أخذها وولدها، فإن استحقها بإقرار. كيف بإقرار؟ أنا عندي فرس بعتها لزيد، ولدت عنده، فجاء عمر وقال: هذه الفرس لي. فقال زيد: لا، أنا اشتريتها من فلان. فيأتي عمر إلى فلان فيقول هذا، أقول له: نعم 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 نعم، هذه الفرس له، أنا أقررت له بماذا؟ بالفرس فقط. هذا إيش؟ صارت الفرس أو الأمة مستحقة بالإقرار وليست بالبينة. هذا معنى قولي: وإن أقر بها، وإن أقر، يعني أقر رجل بها بالأمة بالجارية أو بما هو يعني بنحوها، وإن أقر بها بالجارية التي ولدت، قال لم يتبعها الولد. ماذا يعني هذا؟ يعني لا يأخذ المقر له، المقر له لا يأخذ الولد، وإنما يأخذ الأمة فقط، يأخذ الأمة فقط. طبعا هناك فرق، يعني لما اختلف الآن الحكم ظهر لدينا بأن هناك فرق، هناك فرق بين استحقاق الأمة التي ولدت بالبينة، استحقاقها بالبينة، وبين استحقاقها بالإقرار، حيث يأخذ الجارية وولدها بالبينة ويأخذ الجارية فقط بالإقرار. فما هو وجه الفرق بينهما؟ قالوا: وجه الفرق بينهما، وهذا ذكرناه كثيرا، ذكر كثيرا أثناء الكلام، عندنا البينة وعندنا الإقرار. البينة حجة مطلقة، أو نقول حجة متعدية. حجة مطلقة إيش يعني؟ لما تقرأ أنت هذا الكلام بأن البينة حجة مطلقة، ماذا يعني حجة مطلقة؟ يعني غير مقيدة، غير مقتصرة على المقضي عليه، فهي حجة، حجة في قول كافة الناس. أو نقول البينة كما قلت قبل قليل حجة متعدية. إيش يعني حجة متعدية؟ يعني يظهر الحكم المتعلق بها في حق كافة الناس، يظهر الحكم المتعلق بها، المثبت بها، المثبت بها في حق كافة الناس. فيظهر بالبينة، يظهر بالبينة ملك هذا الرجل المستحق، ملك الرجل المستحق في حق الجارية والولد جميعا. لماذا؟ قال: لأن الولد كان متصلا بالجارية فيكون للمستحق. لماذا؟ لأن الاستحقاق الآن ثبت بالبينة، والبينة حجة مطلقة، البينة حجة متعدية، تتعدى الحق المقر به وجميع ما يتصل به. إلى
أما في المسألة الثانية، في المسألة الثانية لما قال وإن أقر بها، فهنا الاستحقاق ثبت بما؟ ثبت بالإقرار، والإقرار حجة قاصرة، قاصرة غير متعدية، فلا تظهر أو لا يظهر الحكم الثابت، صح التعبير، بالإقرار إلا في حق المقر به، أو في حق المقر حتى، إلا في حق المقر أو المقر به أيضا، فيثبت الإقرار، فالإقرار أو نقول الإقرار حينئذ يثبت، إذا لاحظوا أحبابنا، إذا كان الإقرار، إذا كان الإقرار حجة قاصرة فلا يظهر الحكم المترتب عليه إلا في حق المقر. الله. وبالتالي الإقرار يثبت الملك في المقر به فقط، في المقر به فقط. وما هو المقر به الآن في مسألتنا هذه؟ المقر به هو الجارية، هنا، ولا يتعدى إلى زوائدها، إلى ما كان متصلا به. لماذا أثبتنا الحق في المقر به فقط؟ قال من أجل أن نصحح الخبر. هو لما قال أنا أقر بأن هذه الجارية لفلان، لابد أن نصحح كلامه، هذا كلام العاقل البالغ تتعلق به الأحكام، فلا بد من تصحيحه وتصويبه، ولا يصح أن نقول بأن كلامه غير صحيح. ده في عندنا فرق الآن بين الإقرار وبين البينة. والله تعالى أعلم. قال رجل اشترى غلاما، رجل اشترى غلاما فشهد رجل على ذلك، شهد رجل على ذلك، يعني شهد رجل أنا بعتك هذا القلم، أنت اشتريت هذا القلم مني، فجاء عمر وشهد على هذا الشراء، على هذا البيع، على هذا العقد، لك أن تقول شهد على الشراء أو شهد على البيع، كلاهما سواء. وختم الشاهد شهادته، قال وختم الشاهد شهادته، يعني صار بيني وبينك عقد، كتبنا صكا في ذلك، فجاء هذا الشاهد وكتب اسمه في الصك، نعم، ووضع ختمه، وضع نقش الختم حتى لا كما الآن عندنا يوقع، يكتب، يفعل توقيعه الآن على العقد. قال فليس ذلك بتسليم وهو على دعوة. يريد الإمام محمد رحمه الله، يريد أنه إذا شهد زيد على الشراء، إذا شهد زيد على شراء رجل، على شراء عقار، على شراء دابة، على شراء متاع ما، إذا شهد زيد على الشراء وختم العقد الصك الذي كتب عليه هذا البيع الإيجاب والقبول، ثم ادعى زيد الشاهد، ادعى زيد الشاهد أن هذه الدار، أن هذا الفرس، أن هذا القلم، أن هذا العقار المباع هي ملكه، ادعى هو الشاهد، ادعى أن هذا الشيء المباع هو ملكه، ما الحكم؟ يقول هذه الدعوة صحيحة. قال وهو على دعواه، لاحظ، قال وهو على دعواه، فهذه الدعوة صحيحة. نفهم من هذا، نفهم من هذا، نعم، أن نفس الشهادة على الصك ليست إقرارا، ليست إقرارا من الشاهد، ليست إقرارا من الشاهد بملك البائع للدار المباع. إذن فلا يكون نفس الشهادة على الصك إقرارا من الشاهد بملك البائع للدار المباع. ليه؟ لماذا أنا شهدت على بيع زيد لعمر هذا القلم، ثم أدعي هذا القلم لي،
كيف لا تكون شهادة إقرارا بملك زيد للقلم؟ قال لأن الإنسان قد يبيع ملك غيره كما يبيع ملك نفسه، فلا تكون شهادتي على هذا البيع إقرارا بأن هذا العرض أو العين المباعة هي ملك. على العكس، أنا ربما أشهد لأنني أعلم أن هذا القلم ما دام مع فلان الغاصب مثلا هو في خطر، فإذا انتقل إلى يد زيد المشتري صار في أمان، والآن أرفع الدعوة للقضاء لأطلب هذا المتاع الذي بيع. واضح الكلام أحبابنا؟ إذا صار في عندنا علتان، العلة الأولى من الإنسان قد يبيع ملك غيره كما يبيع ملك نفسه، الأمر الثاني أن الشاهد يعلم أن هذه العين المباعة منكم، ولكن يخشى عليها ما دامت في يد البائع الغاصب مثلا، فإذا انتقلت إلى يد البائع المشتري كانت في مأمن، صار قادرا على المطالبة بالقضاء. فإذا لا تكون شهادته إقرارا منه بملك البائع للعين المباعة. هذا مراد الشيخ والله تعالى أعلم. قال رجل اشترى عبدا فإذا هو حر، وقد قال للمشتري، يعني والحال هذه باب حالية، والحال أن العبد قال للمشتري اشتريني فإني عبد، لاحظ اشتريني هذا قيد سنتكلم عنه بعد قليل، اشتريني فإني عبد هذا قيد ثاني. قال إن كان البائع حاضرا أو غائبا، بعد الآن انتبه أحبابنا، أنا قلت لك مثلا هذا العبد رجل اشترى عبدا، أي نعم، والعبد قال كان عندنا بائع، الآن رجل يبيع العبيد معه شخص بيده، فقال هذا الممسوك باليد للمشتري اشترني فإني عبد، فاشتراه ثم غاب، ذهب البائع أو بقي حاضرا في البلد موجود في متناول الأيدي. قال إن كان البائع حاضرا أو غائبا، غيبة معروفة يعني نعلم أين مكانه، هم في الحي الفلاني في الشارع الفلاني في المعروف مكان نستطيع أن نأتي به في أي وقت شئنا. قال أو غائبا غيبة معروفة، لم يكن له للمشتري عن العبد شيء، لأن البائع هو الذي أخذ المال، فوجب أن يسترد المشتري ماله منه من البائع، والعبد ما أخذ منه شيئا. قال وإن كان البائع لا يدرى أين هو، وإن كان البائع لا يدرى، هكذا تضبط، لا يدرى أين هو، يعني لا نعلم أين هو، مختفي. قال رجع المشتري على العبد، رجع المشتري بالثمن على العبد. لماذا؟ قال لأن العبد الذي هو حر ظهر قد غرر بالبائع بالمشتري حيث أمره بالشراء وأتلف عليه ماله. نعم. بعد ذلك هذا العبد الذي ظهر هو حر يرجع بالمال الذي دفعه للمشتري، يرجع على البائع إذا عثر عليه. قال ورجع هو، من هو؟ يعني العبد المشترى، نعم، الذي هو ظهر أنه حر، رجع هو على البائع. نلاحظ كما قلت قبل قليل أن الإمام محمدا رحمه الله قيد المسألة بقيدين. القيد الأول قال قلنا هو ما هو اشتريني، هذا القيد. القيد الثاني فإني عبد، إذن فقيد المسألة بقيدين اثنين. لماذا؟ قال لأن العبد لو قال وقت البيع إني عبد واكتفى بذلك ولم يأمره بالشراء، أو قال
للمشتري اشترني، ولم يقل إني عبد، قال لا يرجع عليه بالثمن بالاتفاق، لا يرجع عليه بالثمن، يعني في حالة كون البائع غائبا، في حالة كون البائع غائبا لا يعلم لا يدرى مكانه، لا يرجع المشتري على العبد بالثمن، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. قال وإن ارتهن عبدا، ارتهن عبدا مقرا بالعبودية، أخذت زيدا أنا اشتريت منك عقارا فقلت لك هل ترضى بهذا الرجل الذي بيدي رهنا، فقلت لي نعم ما في مشكلة، وقد أقر هذا الرجل الذي دفعته إليك بالعبودية. وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا، هكذا فوجده حرا، اضبط الكتاب كما نقرأ، يعني والله أعلم الصواب كما نضبط، فوجده يعني فوجد المرتهن العبد الرهن حرا، هذا تقدير الكلام، فوجده يعني فوجد المرتهن العبد الرهن حرا، قال لم يرجع عليه على كل حال، لم يرجع المرتهن عليه على العبد بشيء على كل حال، يعني سواء كان الراهن على كل حال إيش يعني، يعني سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا، غيبة معلومة أو غيبة مجهولة، على أي غيبة كانت لا يرجع على العبد بشيء. قال رجل ادعى حقا في دار، لاحظ قال حقا في دار نكرة، فهو أراد أن يقول لك ادعى حقا مجهولا، رجل ادعى حقا في دار، أنت عندك بيت، جاء رجل فقال لي حق في هذا البيت ولم يحدد، فأنت المدعى عليه أنكرت، قلت لا ليس لك عندي شيء في هذه الدار، أنكرت، هو ادعى حقا، أنت أنكرت المدعى عليه. قال فصالحه الذي هو في يده على 100، فالآن الدار في يدك أنت المدعى عليه، فصالحت هذا المدعي على 100 كي يعني يمنع الدعوة ولا يطالبك، وكي لا يطالبك بعد ذلك بحقه، أعطيته 100 وذهب فصالحته، هذا يجوز في الشرع، فاستحقت الدار، فظهر أن الدار ملك لزيد، يملك من الدار 99 سهما إلا ذراعا منها، يعني إلا موضع ذراع من الدار، استحقت الدار كلها إلا موضع ذراع منها كان للبائع الذي اشترى منه هذا صاحب اليد. وكان ذاك المدعي ماذا ادعى؟ ادعى حقا مجهولا، ودفع له 100 ايش؟ 100 درهم، 100، قال لم يرجع بشيء، المدعى عليه لم يرجع على المدعي بشيء ابدا، يعني هل نقول الدار 100 سهم استحق 99 سهما وهو أعطاه 100 وبقي سهم واحد غير مستحق وهو أعطاه 100 درهم يسترجع منه 99 درهما ويبقي له درهما؟ قال لا، لا يرجع عليه بشيء أبدا. لماذا؟ قال لأن المدعي له أن يقول بأن دعواي ما قهو، ادعى حق في الدار ما حدده، قلنا حق ادعى حقا مجهولا، للمدعي أن يقول عند القاضي أن دعواي في هذا الذراع المتبقي، في هذا الذراع المتبقي، فلا يثبت للمدعى عليه حق الرجوع مع وجود الشك. واضح إن شاء الله أحبابنا. إذن رجل ادعى حقا في دار فصالحه الذي هو في يده على 100 فاستحقت الدار
إلا ذراعا منها. لم يرجع، من فاعل يرجع؟ المدعى عليه. لم يرجع المدعى عليه على من؟ على المدعي بشيء. قال وإن ادعاها كلها، هذا المدعي جاء إلي وفي يدي دار عقار، قال هذه الدار كلها لي، هذه الدار كلها لي إنا. فصالحت، قال فصالحه على 100، أعطيته 100 درهم وذهب، فاستحق منها شيء. فإذا به يظهر أن هذه الدار لها مالك، لها شخص يملك نصفها، يملك نصفها. أرجع على هذا المدعي بنصف 100، استحق ذراع منها وهي 100 ذراع، أعطيته 100، أرجع عليه بدرهم. وهكذا قال فاستحق منها شيء، رجع بحسابه، رجع بحسابه. اي نعم، واضح احبابنا ان شاء الله، واضح. الان ننتقل كذلك الى مسألة ثانية. قال رجل باع عبدا، رجل باع عبدا وله عين، رجل باع عبدا ولد عنده، ولد طيب عند، انا عندي أمة ولدت، ولدت عندي ولدا، صار هذا الولد ولد الأمة، صار عمره 20 سنة. فرجل انا بعت هذا العبد الذي ولد عندي من أمتي. قال رجل باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري، فإذا بالمشتري يأخذ هذا الولد الذي اشتراه مني ويبيعه لشخص ثاني، وباعه المشتري من آخر. ثم ادعى البائع الأول، أنا ادعى البائع الأول أن هذا العبد الذي باعه هو ابنه، ادعى أنه ابنه. قال فهو جائز، يعني فهو ابنه، ثبت نسب هذا الولد من الأب، من البيع الأول. فماذا يحصل الآن؟ قال ويبطل البيع أجمع، يبطل البيع الأول، يبطل البيع الأول. لماذا أبطلنا البيع ولم نبطل؟ لاحظوا أحبابنا، عندنا الآن أمران، كلاهما من حيث الظاهر يمكن إبطاله، البيع يمكن إبطاله، ودعوى البائع الأول نسب الولد كذلك، هذه دعوى يمكن يقبل، يعني في النظر نستطيع إبطالها، نبطل دعوى الأب. قال لا، نبطل بل فقط البيع. لماذا؟ قال هاتان الدعوى الأمران، البيع والدعوى، البيع يحتمل النقض، أما الدعوى النسب لا تحتمل النقض، البيع يحتمل النقض، أما دعوى النسب لا تحتمل، إنها حق، هذا البائع له حق دعوى الولد، وهذا الحق غير قابل للنقض أبداً. فماذا ننقض إذن؟ قال ينقض البيع، البيع لأنه قابل النقض، من أجل ماذا؟ قال من أجل مال البائع من حق الدعوة، دعوة النسب، فيبطل البيع طبعا، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه. إذن رجل باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر، ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه فهو جائز، وبطل البيع أجمع. الله. قال باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه، غصب قلما ثم باعه، أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره، باع قلمي فلان صديقي، أخذ قلمي وباعه بدون إذن مني، هذا
فضولي. فكان هنا أن يتحدث عن بيع الغاصب وبيع الفضولي. قال محمد عن يعقوب عن سيد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم: رجل غصب عبدا فباعه، غصب عبدا ثم باعه فاعتقه المشتري، ثم أجاز المولى البيع. الغاصب الآن فضولي في البيع، الغاصب باع ملك غيره بدون إذنه فهو فضولي، فعلم المغصوب منه، المغصوب منه عفوا، علم المغصوب منه أن الغاصب باع العبد فأجاز المولى البيع. ما الحكم؟ قال: فالعتق جائز، عتق العبد. قال: استحسانا، استحسانا. وجه الاستحسان أحبابنا، قالوا إن ملك المشتري من الغاصب، إن ملك المشتري من الغاصب ثبت موقوفا على إجازة مالك العبد. هذا الغاصب لما باع العبد، المشتري ملك العبد من الغاصب بالشراء، ولكن ملكا موقوفا على ماذا؟ على إجازة مالك العبد المولى. اعتقه الآن. قال: لا ضرر في هذا الاعتاق، لا ضرر في هذا الاعتاق. ليه؟ قال: لأن المالك على الخيار، إما أن يجيز هذا الاعتاق أو لا يجيزه، إما أن يجيز الاعتاق أو إما أن يجيز البيع أو لا يجيزه. فإن أجاز البيع عتق العبد، وإن لم يجز البيع لم يعتق العبد. إذن ما لا يوجد ضرر، لا يترتب ضرر مع وجود الاختيار للمالك. إما أن يجيز بيع الغاصب وإما أن لا يجيزه. فلذلك فإن أجازه عتق العبد، عتق العبد. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز هذا العتق، غير جائز. لماذا؟ قال: لأن العتق إلى ما يستند؟ العتق يستند إلى الملك، فلا يوجد عتق بدون ملك. وقد ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتق فيما لا يملك ابن آدم. قال الإمام محمد: والموقوف، الموقوف الملك الموقوف يعني، أو العقد البيع الموقوف لا يفيد الملك للمشتري، البيع الموقوف لا يفيد الملك للمشتري، فلذلك لا يصح هذا العتق، لا يصح هذا العتق. وقال محمد: لا يجوز. قال: وإن قطعت يد العبد، غصب عبدا كما قلنا وباعه، أخذه المشتري، فقطعت يد العبد في يد المشتري من الغاصب، هذه تتم للمسألة يعني، قطعت يد العبد في يد المشتري من الغاصب، فأخذ أرشها، أخذ المشتري أرش هذه اليد، ثم أجاز البيع، ثم أجاز المولى السيد بيع الغاصب، أجاز بيع الغاصب. قال: فالأرش للمشتري، الأرش لمن؟ للمشتري وليس للمالك. لماذا الأرش للمشتري؟ قال: لأن الملك، الملك الآن قد تم للمشتري بعد الإجازة، وإنما تم هذا الملك من وقت الشراء لما أجاز البائع البيع، عفوا المولى بيع الغاصب، تم الملك للمشتري من وقت الشراء، فتبين أن قطع يد العبد حصل على ملك من؟ حصل على ملك المشتري لا على ملك المولى، فلذلك يملك المشتري الأرش. ولكن هذا الأرش قد يزيد على
يزيد على نصف ثمن العبد، فماذا نفعل؟ قال ويتصدق، يتصدق المشتري بما زاد على نصف الثمن، يتصدق المشتري من الغاصب بما زاد من أرش اليد على نصف الثمن. قالوا لأن أرش اليد الواحدة تساوي نصف الدية، هذا في الحر، أما في العبد فأرش اليد الواحدة نصف قيمته. والذي دخل الآن في ضمان المشتري بمقابلة اليد المقطوعة ما هو؟ نصف الثمن، هذا الذي دخل في ضمان المشتري، وما زاد على نصف الثمن لم يدخل في ضمانه. فإذا قلنا له ملكت ما زاد على نصف الثمن، يكون قد ربح ما لم يضمن، وربح ما لم يضمن لا يجوز، نحن منهيون عنه، فيتصدق بالفضل. وتحدثنا سابقا في موضع مفصل عن معنى ربح ما لم يضمن. مولانا، نعم، من أين يعني ما العلاقة نصف الثمن مولانا، يعني ما أصله؟ يا أستاذ ما قلنا، قلت لك الآن الحر إذا قطعت يد حر أنت ماذا يجب عليك أن تدفع له؟ نصف الدية، أن اليدين دية كاملة، العبد لا دية له وإنما القيمة، إنما ماذا؟ القيمة. فالآن لما قطع يده، قطعت يد عبد وأخذ المالك الأرش، الآن يملك الأرش كله. أما إذا لاحظوا، أما إذا كان قد اشتراه من فلان، وفي هذه القصة التي ذكرناها الآن هذا الحكم، هو لا يملك، لاحظ لما قطعت يده، كان له هو ماذا ضامن؟ دخل في ضمانه، نصف الثمن في اليد اليمنى ونصف الثمن في اليد اليسرى، يعني كان ثمنه 1000 درهم. فالآن لما اشتريته دخل في ضماني 1000 درهم. فإذا قطعت اليدان، القاطع يدفع نصف الثمن أو نصف القيمة. قطعت اليد واحدة، اليدان يدفع القيمة كاملة، أو يدفع إيش؟ يدفع الثمن كاملا. فالآن هذا العبد الآن لما دخل في ضمان المشتري من الغاصب، هذا المشتري ماذا كان ضامنان؟ كان ضامنا لنصف الثمن في اليد، وضامنا لنصف الثمن في اليد الثانية. فإذا أخذ أرشا أكثر من نصف الثمن، يكون ربح ما لم يضمن. هو ضمن فقط ماذا؟ نصف الثمن، فلا يربح على أكثر ما ضمن، هو يضمن نصف الثمن فلا يربح أكثر فوقه. لعل المعنى صار واضحا. شكرا مولانا. قال إذن هنا قوله وإن قطعت يد العبد، أي عبدين؟ العبد الذي في يد المشتري من الغاصب. قال ويتصدق بما زاد على نصف الثمن، قال وإن باع المشتري من آخر، هذا الذي غصبه، غصب العبد، باعه لزيد، زيد باعه لعمر، لاحظ. وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع، البيع الأول، قال لم يجز البيع الثاني، لأنه بالإجازة، أجاز المالك الأصلي
البيع، البيع الغاصب، لأنه بهذه الإجازة يثبت للبائع الأول، يثبت المولى للبائع الأول ملكا باتا، ملكا ثابتا قاطعا لأي ملك آخر، ملكا قاطعا لأي ملك آخر. والملك البات القاطع لأي ملك آخر إذا طرأ على ملك موقوف وهو المشتري الثاني ماذا يفعل به؟ يبطله، يبطله. إيه لماذا يبطله؟ لماذا يبطله؟ قال لأن البيع الثاني، البيع الثاني فيه غرر الانفساخ. كيف فيه غرر الانفساخ؟ على اعتبار أن المولى، المولى لم يجز البيع الأول، على اعتبار عدم إجازة في البيع الأول. فالبيع الثاني كان فيه ماذا؟ كان بيعا مقرونا بالغرر، والبيع، البيع يفسد بالغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فيه غرر. إذا صار عندنا علتان، سببان للحكم على البيع الثاني بعدم الجواز. قال وإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجوز البيع الثاني. قال وإن لم يبعه المشتري، المشتري لم يبع العبد ومات في يده، زيد غصب العبد ثم باعه لعمر، بعد يومين بعد شهر مات العبد في يد المشتري، مات في يده، أو قتل، قتله قاتل، أو قتل ثم أجاز المولى البيع، ما الحكم؟ قال لم يجوز هذا البيع، لم ينعقد، لا تلحقه الإجازة. لماذا لا تلحقه الإجازة؟ من منكم يستطيع أن يجيب لماذا لم تلحقه الإجازة؟ إجازة لم يلقى الملك مولانا، لم يلقى إيه؟ ملك، لا لم يلقى، لا ليس الملك، لأن الإجازة كما قال، كما تعلمون أنتم، تعلمون الآن غاب عن ذهنكم أكيد، الإجازة من شرطها ما هو؟ من شرط وجود الإجازة قيام المعقود عليه، من شرط صحة الإجازة قيام المعقود عليه، والمعقود عليه الآن أين هو؟ مات أو قتل، أو قتل، فلذلك لا يصح البيع، لا تلحق هذا البيع، لا يلحقه الإجازة، لا يلحقه الإجازة. ثم قال رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري البينة على إقرار البائع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.